اول سؤال معانا وواحده بتسال بتشتكي بقى، بتقول زوجي متحيز لامه في غير الحق، لو مامته غلطت في حقي يتحيز ليها برضه. طيب ركزوا معايا بقى، السائله اختنا الكريمه اللي سالت السؤال ده، لو عندها ولدين، ولد كبير بتاع 4 5 سنين كده، وطفل لسه بتاع سنتين سنتين ونص، لما بيحدث بينهم اشتباك ولا شيء بتعملي ايه؟ ها بنعمل ايه؟ بي 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 يعني بنيجي مع مين ضد مين؟ بنيجي على الطفل الصغير ولا نيجي نقول للكبير يا حبيبي عيب، يا حبيبي ما يصحش، يا حبيبي ده اخوك الصغير، طب معلش اديها له، طب خليه يلعب شويه. ها ولا بنعمل بينهم ها ده بنسويهم ببعض؟ لا، امرنا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم. ايتها الاخت الكريمه، زوجك انت بتحط زوجك على سن الرمح، ما بينك وما بين امه حصل مشكله، يعمل ايه؟ مين فينا تربى يقدر يقف كده في وجه امه ويقول لها انت غلطانه؟ مين فينا يقدر يعمل كده؟ ها مين فينا تربى؟ احنا تربينا على كده؟ احنا تربينا على ان انا اقف في وش امي اقول لها انت غلطانه؟ حتى لو غلطانه يعني؟ احنا تربينا على كده؟ الاداب اللي احنا، انا عمال اتكلم في سلسله الاخلاق والاداب في الكلام الطيب، ينفع ولا ينفع يجي على مراته؟ يعني ايه ولا ينفع يجي على مراته؟ يعني برضه ما تظلمش مراتك، طيب خاطرها، طبطب عليها، قول لها معلش دي ماما وانت عارفه يعني ما اقدرش ازعل امي، يعني يحل عليا غضب ربنا، ده القرآن قال امك، النبي عليه الصلاه والسلام علمنا امك 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 ثم ابيك، قال من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال ابوك. يبقى الام 3 مرات والاب، اقف اقف قدام امي ينفع؟ حتى وان كانت مخطئه نعمل ايه؟ بلاش، انا شيخ لو واحد قدامي مخطئ اترفق بيه واطيب خاطره ولا اكون شخص تصادمي معاه؟ اذا كان القران يعلمنا مع عموم الناس ادفع بالتي هي احسن، طب مع امي اعمل ايه؟ اعمل عليها قاضي؟ ها طيب اعمل ايه بقى؟ انا وزوجتي يعني يبقى عقلنا كبير شويه، نتفق على سيناريو نتعامل بيه مع 6 الحبايب، ما يصحش؟ بلاش، ما تتكلميش عن حماتك دلوقتي، انت وزوجك ماشيين في الشارع وامرأة مسنة غلطت، نعمل ايه؟ هنعلمها الادب ولا نطيب خاطرها؟ معلش طب احنا غلطانين لك يا امي، لا ولا تزعل يا ستي حقك على راسنا من فوق، مش الدين علمنا كده يا حضرات؟ توقير الكبير نوقره؟ يعني ايه؟ يعني الحقوق تضيع؟ لا انا ما بقولش الحقوق تضيع، ركزوا معايا قوي في الجملة دي الله يكرمكم. فاكرين الشاب اللي راح للإمام مالك قال له يا إمام إن أبي يأمرني وأمي تنهاني؟ أنا دايما أضرب لحضراتكم المثال ده، أبي يأمرني وأمي تنهاني، أنا يعني أعمل إيه؟ أنا محتار ما بينهم مش عارف أراضي مين. فالإمام مالك قال له إيه؟ قال له أطع أباك ولا تعصي أمك. فأنا بقول أهو الزوج الشاطر، الزوج الشاطر اللي ياخد المركز الاول، اوعى تزعل 6 الحبايب، ايوه، واوعى تزعل الامانه اللي عندك، ده انت واخدها على كتاب الله وسنه رسوله، بنت الناس طيب خاطرها. طيب يا بنت الحلال، حماتك انسانه مسنه صاحبه عاية، في البعض ربنا يعفو عن الجميع ويشفي الجميع، عندها الضغط ولا عندها السكر بتنفعل شوية، مش بتنفعل عليك انت بس، ده بتنفعل على طوب الارض، اصل هي بتعاملني وحش، اصل هي بتتعصب عليا، طب ما بتتعصب على ابنها، نعمل ايه في المواقف دي يا حضرات؟ نعمل ايه؟ الاسلام علمنا ايه؟ علمنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن. ده لو واحدة ماشية في الشارع ما تعرفيهاش وانفعلت عليكي هتعملي ايه؟ ها امرنا ان نخاطب الناس كلها ونعامل الناس كلها بطريقة من احدى 3 طرق، ركزوا في 3 طرق دول الله يكرمكم، رسالة الى اخواتنا في البيوت.
ثلاث طرق، واحدة من ثلاثة. أبص للي غلط فيا، واحد غلط فيا، تعصب عليا، اتكلم عليا كلام وحش، اتنرفز عليا، شتمني. أبص للي غلط فيا ده، إن كان أكبر مني عرفت له قدره، لا دي في مقام أمي، ما يصحش، ما يصحش أرفع عيني في واحدة قد أمي. آه والله، ما لازم نعمل كده. إزاي يعني أسكت؟ آه طبعا أسكت، عشان أنا مؤدب. إن كان اللي غلط فيا، إن كان أكبر مني عرفت له قدره، وإن كان أصغر مني عرفت قدري عليه. قلت لا، ما يصح أنا أنزل برضو للمستوى ده، أنا أنزل للمستوى ده؟ ده ربنا علمنا في القرآن وأعرض عن الجاهلين. وإن كان مثلي تفضلت عليه، لأن رسول الله يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أكبر مني عرفت له قدره، قلت ده في مقام أبويا. أصغر مني عرفت قدري عليه، قلت ده في مقام عيالي، ها وأنا بحن على ولدي، أمال أعمل إيه يعني؟ فليكن كبير الناس لك أبا، وأوسطهم لك أخا، وأصغرهم لك ابنا، فبر أباك وارحم أخاك واحن على ولدك. فمعلش يا جماعة، ما تفرميش جوزك، هيعمل إيه؟ لا بيحل ولا بيربط. يقدر حد فينا يجرؤ يحل ويربط مع اللي ماما تقول عليه تحت امرك يا امي، واروح ابص راس مراتي؟ اطيب خاطر، معلش ما انا قدامك اهو، اعمل ايه بس؟ انما ما تحطيش جوزك في الحيط، يا انا يا هي الان، بص يا انا يا امك، ما ينفعش يا بنت الناس، ما يرضيش ربنا. وبعدين انت عندك ولاد، ربنا يرضيكي فيهم، وبكره هتبقي حما.